السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صديقاتي حبيبة قلبي وشراكم وشحوالكم، إن شاء الله كامل تكونوا بخير ويلقاكم فيديو في أحسن الأحوال. عودة الحلويات الوراشات والحصري مع أم سيدو، جبت لكم اليوم يا البنات معسلة من الورشة، يعني الأول مرة تنحط في اليوتيوب من يدين أم سيدو. شوفوا يا البنات كاتونا لنهار اليوم معسلة، عش البلبل المشرقي بطريقة ولمسة 100% جزائرية. شوفوا يا بنات، يعني للأمانة هاد الكاطو ولا هاد المعسلة شفت لي فوتو ديالو في الانستغرام، يعني وحدة صاحبة ورشة تقريه وتحط لي فوتو وانا هبلني ما نكذبش عليكم، كي نشوف حاجة هكذا تعجبني ماذا بيا يعني نجربها ويعني نطفي هذاك الفضول اللي فيا. وانا اجتهدت عليه وخدمته لكم بطريقتي البنات 100% طريقه ام سيدو، وجا من اروع ما يكون الشكل، يعني راكم تشوفوا فيه ما شاء الله بريزونطابل يحملكم وجهكم في مناسباتكم، والكو تاع عسل روعه يا البنات. خليكم مع الفيديو تشوفوا التفاصيل. بسم الله على بركه الله والصلاه والسلام عليك حبيب الله. اول حاجه يا البنات عندي 400 غرام نتاع اللوز، راح نرحيهم في المتوسط ونقولوا شويه اقل من المتوسط يا البنات، ومن بعد نجوز نغربل هذاك اللوز ديالي. ضروري يا البنات تغربلوه وتنحوا هذا الخشين تعاودوا ترحيوه، انا ماذا بيا هذاك اللوز يجيني على حبه هكذا كيما راكم تشوفوا، يعني شويه تحت المتوسط، ما ترحوش غبره كيما تاع الفاكهه لا لا. شوفوا يا البنات انا لهنا عندي 120 غرام نتاع سكر عادي، كنت رحيته ومن بعد خلطت اللوز مع السكر وزدت عاود رحيتهم مع بعض. لازم يا البنات هذه الخطوه ضروريه باش يجي هذاك اللوز ولا اي مكسرات تقدروا تبدلوها يا البنات. انا قلت لكم لوز تقدروا ديروا جوز ولوز، تقدروا ديروا كاوكاو، شوفوا اللي تخرج عليكم ديروها. قلت لكم نرحيهم مع بعض باش ما يجينيش هذاك السكر يتقرمش في المعسله ديالي. حطيت مغرفه كبيره هكذا نتاع عسيله، نحط عليها نص مغرفه نتاع لافاني ولوزاست نتاع زوج حبات قارص هكذا، ونخلطهم كامل مع بعضهم. شوفوا يا البنات انا لهنا درت حبه بيض كومبلي وصفار بيضاء، نبدا نلين بها من توما. الا عندكم كونتيتي يعني فريمون كبيره تاع مناسبه ولا تاع فرح ولا كوموند تقدروا ديروا البيض كومبلي، ماشي لازم ديروا صفار وحده يا البنات. الصح في الخدمه في الطريقه يعني وفي التعسل ماشي في البيض. نبدا نلين في لاباط ديالي هكذا كيما راكم تشوفوا يا البنات. اللي تحب تخدم بالكيل خياتي هادي الى روماركيتو، هادي لاباط نتاع المخبز، انا هادي لاباط اللي نخدمها في المخبز. ديروا تلت كيلات نتاع مكسرات اي نوع توفر عندكم، بكيله غربة سكر لافاني العسيله والزاز تاع القارص، ونبدا نلين بالبيض هكذا كيما موضح في الصوره. شوفوا يا البنات ماشي نحط البيض هذاك على مره، لازم نضيفه بالتدريج هكذا يا البنات نلايمها. وراني نحس يعني لاباط في يدي الى راهي ناشفه ولا جوست يعني تحسوها بدات تعسل في يدكم تحبسوا البيض، يعني ماشي لازم تكون طالقه روحها، يعني بالحراره تاع اليد وبالخدمه نخدموه مليح يعني بين يدينا ونعسلوه راح يزيد يطلق روحه ولا حتزيد تطلق روحها هاد لافاكس هادي. شوفوا يا البنات الطريقه راح نحكم راحه اليد ونعسلوه بهاد الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. شوفوا خياتي انا هادوك الحبه بيض كومبلي وصفار بيضه كفاتني، يعني جاتني سوا سوا في هاد الكميه هادي. راكم تشوفوا يا البنات التعسه اللي تحصلت عليها، هذا هو القوام نتاع لافاكس ديالي. في هاد المرحله حنزيد لها مغرفه صغيره هكذا تاع مارغرين، نقولوا حوالي 25 حتى 30 غرام، ونعاود نفس العمل، يعني ندخل هذيك المارغرين مليح مليح في لاباط ديالي، ونعاود نفس العمليه هكذا نعسلها براحه يدي هكذا كيما راكم تشوفوا يا البنات. القوام ديالو ما تكونش مطلوقه فوق اللازم وما تكونش ناشفه، انا راح نغطي عليها ونخليها تبات ليله كامله. اللي عندها الوقت من المستحسن تخليها ليله كامله، اللي ما عندهاش تلت ربع سوايع تكفيها. ودوك نجوزو نخدمو لاباط ديالنا. عندي 4 كيلات نتاع فارينا ممسوحين، عندي رشه نتاع ملح، عندي مغرفه صغيره نتاع لافاني، وراح ندير عليهم كيله نتاع ليدام اللي توفر عندكم يا البنات. انا درت مارغرين فلوريار عادي، تحبوا ديروا سمن تحبوا ديروا الخليط بين سمن ومارغرين، وتكملوا هذيك الكيله بزوج مغارف نتاع زيت. ضروري يا البنات ليدام ديالكم يكون دافي برك ما تحطوهش سخون. ندرب هكذا حبه بيض، حطيت نصها برك يا البنات باسكو لا كونتيتي راهي قليله، حنا في كيلو فارينه نحطوا حبه بيض كومبلي، وحطيت عليهم
السوائل الخالط بين مزهر ومي البنات الا شفتوه ما بسستش لا الفرينه وحدها ومن بعد لايمت، لا يعني حطيت سوائل فوق بعضهم باش ما تتكتلليش لاباط ديالي، ونبدا نلين فيها هكذا كيما موضح في الصوره. المهم يا البنات ما تطلقوش لاباط ديالكم، يعني هاد لاباط ماذا بيا تكون اون بات متماسكه، هي طريه بصح متماسكه يا البنات، ماشي طريه هكذا تتلاصق، باسكو راح تعذبكم في الخدمه. كي تريح راح تزيد تطلق روحها اكثر واكثر. انا هاي ليك لافاغس ديالي يا البنات، بعد ما باتت ليله كامله في الفريجيدار جبتها نقول واحد ساعه ريحت هكذا شويه في البلون دو طرافاي، نحكم نحلها هكذا شويه بيدي، نجوز لها تجويزه خفيفه بالحلال، العلو نتاع لاباط ديالي يكون نقولوا تقريبا 3 سنتيم هكذاك، الطابع يا البنات القطر ديالو 5 سنتيم، نطبع هكذا كيما موضح في الصوره، وبعد نعاود نلايم هذيك لاباط ونعاود يعني نفينيها هكذا بيدي وشويه بالحلال، ونكمل بنفس الطريقه. شوفي يا البنات انا الطابع ديالي راهو طويل، يعني الطول ديالو 5 ولا نقولوا العلو ديالو 5 سنتيم، ما تطبعوش لافقس حتى توصل يعني للفوق كامل، باسكو تجيكم بزاف طويله وعاليه، يعني جوست شويه فوق النص تكفي. انا لهنا نحكم زوج نتاع لي كوبات، ماذا بكم توقفوا يدكم يا البنات، توقفوا هذوك لي كوبات باش تفينيو هذيك الحبه بالطبع، يعني تكون تطلع هكذا نيفو واحد. شوفوا كيفاش كانت وكيفينيناها كيفاش طوالت ونتحفت يا البنات ما شاء الله، يعني يكون فيها نقول واحد 3 سنتيم، كي نتحفوها هكذا ونطلعوها بالكوبات تولي نقولوا تقريبا قريب 5 سنتيم، واحد 4.5 هكذاك يا البنات. فوالا البنات بعد ما ريحت لاباط ديالي قلت لكم ساعه، يعني ما تفوتولهاش ساعه باش ما تطلقش روحها فوق اللازم، قسمتها على ديبولات صغار وبالاستعانه بالمايزينا راح نفتحها هكذا في البلون دو طرافاي. هذه لابول راح تخرج لي زوج حبات يا البنات، يعني راح تخدم لي زوج حبات، نفتحها على سمك نقولوا 2 مليمتر، ونجيبوا الماشينه تاع البقلاوه ونجوزها في الجهه نتاع السباغيتي يا البنات. نورمالمون كامل الماشينات فيهم هكذا تاع سباغيتي، نقسم هكذا على 2. هذه قلت لكم راح تخدم لي زوج حبات، نحاول يعني هكذا نستف هذوك الخيوط الا شفت واحد خارج، ولا ماذا بيا يجوا كامل مستفين هكذا قد بعضهم، نحي هذاك الزائد هكذا بالموس ونتحف يعني هذوك الخيوط نتحفهم مليح مليح قد ما يعني يكونوا قراب لبعضهم ويكونوا مستفين مليح، قد ما الحبه تجيكم متحوفه خير وخير. نحكم هذيك لافاغس ديالي، نجوزها في بياض البيض هكذا بالبانسو، نحط هكذا على حافه هذوك الخيوط تاع لاباط وندورها كيما موضح في الصوره، راح تلصق معاكم فاصل. المهم يا بنات انا بدلت لكم الزاويه باش تشوفوني مليح. شوفوا يا بنات بعد ما جوزتها في بياض البيض نحطها فوق هذوك الخيوط، انا حسيت بلي يخصوني زوج خيوط، يعني زدت لها هكذا زوج، وندور هكذا كيما وضح في الصوره. كي نوصلوها يعني منين بدينا ونزيد شويه فوق، يعني ماذا بيا ديك لاباط تطلع شويه فوق اختها، نحبسو ونقطعو هذوك الزوائد ونفينيو الحبه ديالنا هكذا كيما وضح في الصوره. شوفوا يا بنات ملاحظه ضروري تكون هكذا، هذيك وين قفلنا لاباط تكون فوق اختها، بعد نقول لكم علاش. كملت انا لهنا كامل الكميه اللي عندي، شوفوا كيف خرجوا، يعني ما شاء الله انا هذيك 400 غرام تاع لوز خرجت لي 9 حبات، راح نخليهم يباتوا هكذا يعني في السنيوه ليله كامله. شوفوا البنات تلقاوهم نشفوا يعني ما شاء الله، باش نضمن يعني هذيك الحبه تبقى على حالها، نضمن ما تفسدليش لا فورم ديالها. انني مشعله الفور 5 دقائق مقبل على النار المتوسطه، طيبتها نقولوا 8 دقائق من تحت البنات، لا اكثر ولا اقل، جوست تنشف برك، وطيت لها هكذا تحميره خفيفه نتاع 2 دقائق من الفوق. شوفوا يا البنات انا لهنا خدمت سيرو عادي اللي موالفين نخدموه، كاس سكر، زوج كيسان ماء، اون ترونش تاع القارص، خليته غلا ربع ساعه يا البنات، حطيته في الغيسيبيون، حطيت عليه كيلو نتاع عسيله تاع الحانوت، يعني العسيله الجاهزه كيف راني دفيتها شويه. وهاوليك الكاطو ديالي بعد ما طاب وخليته برد ربع ساعه يا البنات، ماشي هكذاك يكون سخون طالق روحو تروحو تعسلوه، لا شوفوا كيفاش يعني بقى على حاله ما شاء الله. ولا هنا شفتوا علاش اكدت عليكم كي تغلقوا لاباط تغلقوها فوق اختها، شوفوا هذه اللي غلقتها فوق اختها بقات ما شاء الله، وهذه اللي غلقتها يعني سوا مع اختها تفتحت، يعني طرطقت لي في الطياب. ماذا بكم تاخذوا النصيحه بعين الاعتبار، العسيله ديالي ولا خالط بين شربات وعسيله راهم سخونين يا البنات، نقولوا دافين ماشي سخونين يغلو، والكاطو ديالي راهو دافي برك، نخليهم يتعسلوا ياخذوا راحتهم مليح مليح في التعسال يا البنات. نقول انا خليتهم واحد التلت ربع سوايع وهما هكذاك يتعسلوا، ولهنا ندير خليط بين زوج مغارف نتاع عسيله
مغرفه كبيره نتاع جلوكوز، ندفيهم شويه، نحط فيهم المكسرات اللي حبيتيهم اختي العزيزه، اللي توفروا عندك اللي قدرتي عليهم. انا حطيت فندق وبيستاش، وانتي تقدري ديري يعني جوست شويه لوز وسلطه بها. هذه يعني ماهيش نظريه لازم تطبقوها، يعني كل واحد يخدم بالشيء اللي قدر عليه. نغطس يعني هذوك المكسرات ديالي في الخليط نتاع الجلوكوز والعسيله، ومن بعد نزين بهم هكذا عشوائيا كما راكم تشوفوا يا البنات. بنفس الطريقه زينت البيستاش، يعني غطستو في هذاك الخليط نتاع عسيله مع جلوكوز. ضروري جدا يا البنات الجلوكوز، ما تقدروش تستغناو عليه، باسكو كي نديرو عسيله وحدها جوست يعني تحركوا الحبه ديالكم راح يطيحوا هذوك المكسرات، راح يفسد كامل الشكل نتاع المعسله ديالنا. ملاحظه واحده اخرى يا البنات، المعسله ديالي انا عسلتها، قلت لكم واحد ثلث ربع سوايع خليتها خدت راحتها مليح حتى تشربت بالطبع العسل، ومن بعد قطرتها وزدت سخنت هذيك العسيله، سخنتها قريب لحقت لمرحله الغليان، وزدت عسلتها للمره الثانيه باش نتحصل على حبه يعني تاع كاطو معسله لقلبها. المره الثانيه ما خليتهاش بزاف يا البنات، واحد نقولوا نص ساعه تكفيها باش نتحصل يعني على تعسيله ما شاء الله. وقد ما تقعد معكم راح تبقى معسله لقلبها ما شاء الله، ماشي بيان سيغ راح تبقى هكذا تقطر باسكو هذه عاد وين عسلتها التعسيله الثانيه، مي تبقى محافظه يعني هذيك التعسيله والتحليكه ما شاء الله لاطول مده ممكنه. انا كتزين زدت لها هكذا لمسه صغيره نتاع الفلاغ هكذا في الوسط باش نكسروا الالوان. وكانت هذه هي وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تنال رضاكم وتشاركوها مع ناسكم واحبابكم باش تكبر عائلتنا وتكبر لمتنا الى وصفه قديمه. خليتكم في رعايه الله وحفظه.